حبيب وليد. هلا زميلي المشهور. جاني والله. هلا بزميلي. وها كيف الليله؟ نور الدنيا تمام. نور ايامك. تمام. من توقع؟ انا توقعاتي فاشله اليوم. لا والله انا ما انا للحين ما ادري ترى. طالع وراي طياره. بس اللي عموما ترى اللي يقعد واللي يطلع والله نجوم. الله يطول. مولعين الدنيا. الله يطول العمر. انا والله تدري. ما قصر. اي والله ما قصر ما قصر. ابو ناجي ارحب مرحب يلا حيه هلا هلا كيف الحال شلونك شلونك طيب شو الاخبار العلوم طيبين يلا حيه عاش من شافك شو الاخبار اتلعهد فيك ايام الحرب صاحب اللي مبطين منه جاني والله ما خلا منك علومك عساك يا مرحبا. شكول في حلقة هلا حقت شو اسمه البيتي كول مثل اسمه البيك بلايندر البيك بلايندر موسمهم الأخير ما أعجبني أيوة بس طقمهم كان مرة يا ولد ما أعرفكم أحمد أبو رحيم ارحب عبودي أحمد قم 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 يا أحمد هذا العنا متابعينه من اليوم ارجع يا ولد ارحب 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 هلا ابو مدعد ابو مدعد ارحب ارحب يلا حي يا ابو عاش تقدر يا ابو عاش اي والله بقت سريرك والله اني صادق جعلني والله بخلص الغرفه ما عاد بقى فيها الا نواف الله يستر ارحب ناجي مرحبا يلا حي انا اقسم بالله اني قبل 3 ايام شفتك يعني والله ما خلا منك لكن على طريق كلامك الطيب هذا انت تبغاني امشي لك على البيوت انا من بعد وياك انت اليوم قلت بتغيرها صح اجي قبل والله مش عادي لا اقطع علاقه وبحلها انزل 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 غلة ادب واحلنها الأول اللي قال كان في مسقط أحمد والله يا أبو سعد والله تعلمت من شيخي الصراحة أبي ما مزيت على شيخي من الصبر طول حسين عندي كان أخلص يا زياد الله يرحم ان شاء الله يوفق ابو مدعث وابو مدعث نجم سواء قاعد في البرنامج ولا طلع كلمه بقولها جمهور ثامر بن مدعث والله يا رجال يحب ثامر بن مدعث انه يقول الحمد لله على توفيق الله وعلى شيء اللي كاتبه الله وادعوا انها لعلها خيره وهذه الخيره لانه بجرب الشيء اللي انا جربته انا كنت اقول ابي اقعد في البرنامج والحمد لله طلوعي كسبت محبين كسبت جمهور كسبتكم وهو ان شاء الله انه بيكسب الناس الغاليين اللي مثلكم وشرواكم فبنوقف معه كلنا كلمة يا ابو ناجي توجهها الجمهور ثامر اقول الجمهور جمهور يعني انا بقدم كلمة لنا قدام قدام الناس كلهم لان ما يعرف ثامر الا احنا احنا اللي عرفناه عن قرب وعرفنا علومه يا هني جمهوره ويا هنينا بصداقته ومعرفته اللي ترفع الراس اي والله وهو كفى ووفى خلاص ما عاد خلى شيء هو نجم في اي سماء يحل فيها عطنا كلمه جعلنا شيء ما قصر ابو مدعث بيض الله وجهه وهذه على قولتهم قدامها النجوميه وهذه البدايه وعسى ربي يوفقه ويبيض وجهك يا ابو محمد انت وجمهورك وابو مدعث حاجه خاصه عندنا وعندي وعند ابو ناجي والله عند العيال عسى ربي يوفقه ان شاء الله وحنا قدامه باذن الله انا بنستقبله باذن الله واخونا ما نعتبر اخوينا نعم الله اني صادق يا رب احنا بنستقبل ثامر دحين خلكم متواجدين عندنا تشوفون ابتسامه على وجهه ان شاء الله والله خلاص خلنا نصور مستانس وفاضي يا جمهور حسين الناجي يا المحاسن خلنا نصور يلا يا الربع شوف كم واحد طالع كم واحد ارحب يا ابو سعد ارحب يا مرحبا والله ما يا مرحبا يا ابو محمد الله يحييك حالك شكلك مرتاح بركة عمري يا مرحبا
بيدون أخوك الله يبقيك طقم الأخضر بس واحد مثل به في المسلسلات زين وسعد حنا اللي نجهز شنطنا لا اللي في البث شبابكم حنا طيب جهزوا شنطكم زين متابعينك جهزوا شنطة. عروس سفريات جاية أنا بفتح مكتب سفر سياحة. يا سلام يا مرحبا يا أبو سعد. والله أنه أبرك السنابة اللي ظهرت فيها. يا والله اللي مرحبا يا أبو سعد. والله أنه ترى أنت خبرني شعور عندي. يا لب روح. وعدي لك إن شاء الله الجميل. يا لب والله روح. هذا أهم شيء يا أبو سعد. مرحبا يا أبو سعد. البقاء. رحيب المطر. والله أنه من أبرك النيابة. الله باسمه. يسألني عبد الله الشهراني الأسبوع اللي طاف يقول قلبك ما هو معي، قلت قلبي مع اللي بيغادر. الله يجعلني في دارك. بك يا عبد الله يعني راحت فرصة وبقى فرص الدنيا كلها والله الفرصة انه مكسب يا بعد روح والله اني يا بعد روح تراك الرد لا حرم لا حرم كلمة توجهها لعبد الله محمد عبد الله الله اعطاك القبول الله اعطاك الخلق الطيب الله الخلق الله. الطيب العائلة الطيبة ان في تكسير تراه من عبد الله محمد ونفسه الشينة كل شخص في نفس شينة وزينة لكن اغلب المعطيات اكتملت عندك وتقول يا عبد الله قدمنا الناس ان شاء الله انك ما تكسب خطا طيب عدنا على الوعد يا ابو سعد وعلى العهد في هالخرج ان شاء الله مرحبا والله ما شاء الله انا اشتري بدله ب5000 الشخص اللي كلنا نحبه ارحب يا مرحبا يا ابو مدعس هلا ارحب يا ابو مدعس ارحب جيتك ما طول والله مرحبا اني ما طول والله مرحبا يا مرحبا والله ما اجتمعوا العيال كلهم الا الغلاطه والله يا مرحبا الله يحييك جعلنا والله ما نبكيك قول امين اللهم امين الله يعزك يا حبيب ولا يريني فيك مكروه يوم انتهى البرنامج انا واحد من جمهورك يا والله للضروره والله اني واحد والله انا ابرك الساعات وقسما بالله يا المحبه اللي انت واصل لها كاني انا اللي وصلتها والله العظيم تستاهل والله العظيم اقسم بيت الله اني ما راح انجم الا انت يا تاج راسي يا تاج راسي ما قصرت معنا كلش والله اني احبك من محبتي لابوك والله انك منع من العائله تراكم وعدنا تسير علينا ابى اسير بس خليه يخلص يا والله اللي مرحبا يا حبيبي بعد قلبي الله يعينك والله ما نعرفهم سلامتهم الربع جونا عند منتجع ركبت معهم وخذيت الشاحن والاغراض ارحبوا يا والله اللي مرحبا ومسهل شلونكم؟ مساكم طيبين؟ تكفون بخويكم بسحب عليها يا والله اللي مرحبا ومسهل اي اشوف البشت انا ما خلاني اروح معكم البشت شعلونكم؟ يا ربكم طيبين والله انها من ابرك الساعات اي والله اني صادق كلمه توجهها الجمهور تكفى مدحني يا رب والله قلبك يعني والله ما عاد مزولك والله انا ابرك الساعات طبعا الربع اللي يشد من ثامر ما بعد طلع اعطوه دقيقه دقيقتين ان شاء الله بيطلع مين اغراض ثامر ودي حط هنا نزل هنا ايوه هنا نزل ماشي ايوه كويس مية انت مية حتى نزل اغراض هنا خلي هو لا هنا كويس يا شلو يا ابي جديده طلعها من مغزله جديده تغردين في تويتر اجل ها تغردين شلها يا اخوي شلها فارس شلها يا اخوي والله شعله وش مين ضغط فل اوكي فارق امسح الربع معي نجوم الحين بصورهم تاكدوا اي واحد في السكريبت ما راح يكون نجم الا خلفه الريجي اللي انا بصوره بس ارحب يا عبد السلام هلا بالزين يا مرحبا والله العظيم من سبب النجاح هو انت وانتم ركن اساسي في قناه الواقع لولا وجودك ما نجح والله انكم تستاهلوا والله اني اقول صادق انا شيء تراك مسبب شوشره الله يعزك هذا طبيعي الجمال يسوي كذا يا والله لازم يا مرحبا الله يبقيك النرجسيه فل ها صورنا الجميل احمد حامي مرحبا ومسهلا اقسم بالله انه من ابرك الليالي اللي انا واجهته والله تبي صدق فقدناك هالاسبوع يجعلني ما خرب لكن بتجي اخر الاسابيع وبنشب لك يعني تاخذ لي لقطات يا والله اللي مرحبا سامت يا اخي يعني والله وداع عيونك حط سناب احمد الربع كلكم عنده تراه اقسم بالله يا اي رجل مبدع ان الرجال دخل في الابداع من بعدك والله يا بعد راسي والله بس مبسوطين وزين شخصيتك وزين وزينها خلني اكمل والله العظيم الصراحة كان مضبط بحركاته وركاب الله يهديه حلف عليك كان بجيب له ترته وذا بس انا حلف